بكيت طالع يعني على البلد، وانا راجع تفاجأت باب الدار عندي بالضبط، يعني اللي هو واقفين جيش. قال لي في السياره وانزل، اطفي السياره وانزل، قاعد يصيح. طفيت السياره ونزلت زي ما بده، جرني يعني بين الزيتون وتعري شامله، وبقول لي هويتك مش هويتك؟ قلت له معيش الهويه. قاعد يسالني بقول لي في ناس مطالب هنا وانا بدي اياهم. قلت له والله ما بعرف، انا مرتي بالدار وامي تحت، غير هيك ما عندناش حدا. بعدين جاب هالولد بالشمس، بقول له الولد مريض، خليه يروح عند امه واعمل اللي بدك اياه وبجيب لك هويتي. قال لي لا، خلع دار جارنا بن خالي، ما رضيش ياخذ المفتاح مني، خلعها خلع. وبعدين قال لي سكر دينك، بدي افجر الدار. فجرت الدار، غير هيك يعني ما بعرفش. بعدين جيت نزلت على الدار، شفت الخراب اللي هو موجود، يعني لا رضي يخلوني انزل على الدار، لا اودي الولد لامه لانه مريض ولا شيء. الامانه هذا اللي صار. يعني انت مسجك قبل ما يوصل الجيش. يعني